متتبعي قناة الفاس بريس، يوم 27 نوفمبر 2022، المؤتمر الديمقراطي للشغل مدينة الدار البيضاء عاد عقد المؤتمر الجهوي ديالها. اشني الحوايج اللي غتركز عليهم المنظمة الديمقراطي للشغل في مدينة الدار البيضاء خلال هذا المؤتمر، واشني الملفات اللي غتطرح خلال هذا المؤتمر هذه؟ من اجل مناقشة القضايا نستضيف السي محمد العلوي، عضو المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطي للشغل بمدينة الدار البيضاء. السي محمد، مرحبا بك. مرحبا. منظمة الديمقراطية للشغل في مدينة الدار البيضاء تعقد المؤتمر ديالها نهار الحد المقبل، علاش هذا المؤتمر؟ واش الحوايج اللي غتناقشوا في هذا المؤتمر هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا على الاستضافه. ثانيا، هذه المنظمه الديمقراطيه للشغل جهه الدار البيضاء سطات قررت عقد المؤتمر ديالها الجهوي نهار 27 الاحد 27 نوفمبر الساعه 10 صباحا، والقصد من ذلك هو عده اشياء. من ضمن هذه الاشياء ومن جملتها هو ترتيب اركان البيت، ثانيا استقطاب جميع الإخوان الذين التحقوا مؤخرا قبل المؤتمر الأول. في هذا المؤتمر قررنا بصفة جماعية على أن نرتب البيت استعدادا للاستحقاقات المقبلة، استحقاقات القادمة طبيعة الحال. ثانيا، هناك عدة قضايا تستوجب منا تدخل في هذه اللحظات، لأن الأشياء لم تعد تستقيم، وبدأ الجميع يكتوي بهذه الأشياء التي نراها اليوم. الكل متدمر، وإحنا كالدور ديالنا كنقابة دونك يجب علينا في هذه اللحظة أن نستعد لما يجب الاستعداد إليه حتى تستقيم الأمور. الملاحظ أن هضرتي على الوضعية الاجتماعية دابا اللي كاينة في المغرب، الملاحظ أن النقابات البعض ديالها بحال اللي صامت ومربعي الدوب، كأن حتى حاجة ما تتوقع، علما أن النقابات هي اللي خصها تكون الترجمة لما يجري الآن في الشارع. بالنسبة للمنظمة الديمقراطية للشغل وأنتم على مستوى مدينة الدار البيضاء، أشنو الخطوات اللي درتو من أجل يعني التعبير عن وجهة النظر تاع مجموعة من المواطنين اللي في الدار البيضاء؟ كانوا الاخوان يلا قريبا كان خاضوا واحد الاضراب اللي هو على الصعيد الوطني في جميع القطاعات. عندنا ديال الاذاعه والتلفزه، راه كاين الاخوان راهما متدمرين، راهما كيديروا اضرابات، راه كيطالبوا بالحقوق ديالهم وبالواجبات ديالهم. هناك نساء ورجال التعليم اللي حتى هما يطالبون بحقوقهم، وعدة قطاعات أخرى التي تاهي قامت بإضرابات في هذه الآونة الأخيرة. والمنظمة الديمقراطية للشغل راه حية وتستعمل جميع الوسائل من أجل نيل حقوق وواجبات المواطن المغربي. بعض المواطنين تيقولوا بان النقابات اللي كاينه في المغرب او بعض النقابات باش ما نعموش يعني مابقاش ترجم المشاكل ديالها، الامر اللي خلاهم يفقدوا الثقه اصلا في العمل النقابي وما يبقاوش ينخرطوا في هذا العمل النقابي. اشنو رايك؟ من اللي كنشوف الراي ديالي انا هو ان كاين نقابه ونقابه. كيفاش؟ وضع الشده. لان ملي كنشوف انا بعدا اولا خصنا نرجعوا للقوانين المنظمه، القوانين، لان باقي ما صدقوش على القانون ديال النقابات، وهذا فيما يقال. هذا بواحد من القوانين الاجتماعيه اللي خصني انا ملي كتضمن لي الحقوق والواجبات ديالي الدستور المغربي راه يحث على ذلك. وكيفاش انت الدستور يحث على ذلك وانت هي كتستهتر بهذه الاشياء؟ اذا بالنسبه لنا احنا الوضعيه غير سليمه، الوضعيه هي غير سليمه. عندما تطلب من 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 مواطن او من موظفين او اجيرين ان يعتدل وان تطبق عليه ما تريد تطبيقه طبقا للقوانين وبعض الاشياء اللي انت كتقول انها خصها سليمه، ولكن ملي كنرجعوا للاساس انت كتضرب في الدستور وما كتطبقش هذه المسائل هذه. كيفاش بغيتي هاد المواطن ولا هذا الموظف وهذا الاجير انه يعمل بداك الشيء اللي نتايا يعني وضح لي اكثر ما وضحنا. دابا النقابات عندنا الا غناخذوا دابا الحكومه الحاليه، الحكومه فيها ائتلاف اللي هي كتكون من ثلاثه ديال الاحزاب اللي هي دابا ولات صفحات قويه على حسب الاستحقاقات الاخيره. مزيان، ما عندناش اشكال. هي الاصاله والمعاصره وحزب الاستقلال والاحرار. مزيان.
بعض النقابات هي تابعه لهذه الاحزاب. هذا ما يمكنش نشوفوا دابا قد يتجمد العضويه ديال السي المهاجري هشام انه عبر عن راي ياك في قبه البرلمان وبرلماني. كيف يعقل ان برلماني يعبر عن اراء المواطن الذي انتخبه ونجيو اليوم ونجمدوا ليه العضويه ديالو ومعايير مقدسات ما هي حتى شي حاجه اللي هي غادي تجعلنا ان كنا نقولوا اسيدي لا حنا مع الحزب ولكن كاين نظام داخلي ديال الحزب هو السيد ميدان تيقول لك كاين نظام داخلي تاع الحزب وخاصو يمتثل يعني الاراء ولا القضايا تاع الحزب تماما حيت كاين نظام داخلي هو بالنسبه لهم ذاك النظام الداخلي هو اللي الذي يسود دونك ما غاديش يمكننا حنا نقولوا حنا حنا كمجتمع مدني او ولا كمواطنين عاديين ندخلوا في هذه المسائل اللي هي حزبيه كتبقى لي هو الصلاحيه للحزب وديك الساعه هو الى 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 شاف على ان الحزب مناسب ليه مزيان ما لا شافوش لا يليق به كيغير يبدل ولكن راه عنده ديك 55000 واحد راه فين ما مشى يتبعوا لا ولكن انت ما تشوفش انه تاثر على الثقه اللي قلنا قبيله لا على المستوى المواطن يثق في النقابات ولا الاحزاب ما تيشوفش بان مثلا الحزب ولا النقابه اللي هو فيها يعني تضمن لي على الاقل حريه التعبير لا هي حريه التعبير من هذه الى جينا من هذه وجهه النظر العامه ما ندخلوش في خصوصيات ان بالنسبه ليه ملي كيشوف بحال هذه المشاكل هذه ما كيبقاش يثق حتى فشي واحد وحنا الثقه شكون اللي كيعطيها لنا؟ حنا عاطيها لنا جلاله الملك هو اللي كيعطينا الثقه حنا كمواطنين كنشوفوا حنا الله الوطن الملك باش نكونوا فاهمين اذا فين هو دور الحكومه في هذا الشعار؟ ما كاينش ولكن هو كمواطن وعنده واحد المهمه معينه خصو يمشي يلتزم مع المواطن اللي صوت عليه الى اليوم انت كتمشي مع تحالف وكتخلي المواطن ولكن واحد النوع من الضبابيه وهذيك الضبابيه اللي كتخلي تجعل الانسان انه ما كيبقاش يتيح يعني نرجعوا لك النقاش اللي كان على مر واحد السنوات طويله هو ذاك الاستقلال تاع النقابات على الاحزاب السياسيه واش كاين هذه الاستقلاليه حاليا؟ احنا عندنا استقلاليه احنا بالنسبه لنا كنا عندنا واحد الصله مع مثلا في المنظمه الديمقراطيه الشغل كانت عندها علاقه وطيده مع الاصاله والمعاصره في ايامات الجد والنشاط اليوم اللي ولاو هما ناشطين اكثر من نقابه قلبوا الفيسا دونك حنا بالنسبه لنا حنا ما تقبلناش ذاك الوضع اللي كنا غاديين في واحد الطريق ولينا غاديين في طريقه اخرى ولكن ديما حنا الاستقلاليه عندنا في القرار حنا ديما الاستقلاليه ما عندها حتى علاقه بالحزب ما عمرنا كنخضعوا الاوامر ديال الحزب باش تكونوا فاهمين وانا خصوصا انا في المنظمه الديمقراطيه للتعليم انا ما كنخضع حتى لشي واحد انا ما كنخضع حتى لشي قرار اللي هو يناسب الوضع والمرحله هذا هو اللي خصو يكون الانسان خصو يكون عنده استقلاليه في التعبير ديالو في الاراء ديالو في تطبيق ما يجب تطبيقه لان ملي كنشوفوا واحد الجانب متضرر لا سيما حنا في المنظمه الديمقراطيه للتعليم ونرجع حنا كقطاع في التعليم ما كنخضعوا حتى لشي واحد كنخضعوا للقوانين والانظمه فقط ما كاينش شي حاجه اخرى اللي كتكون فوق من هذه القوانين والانظمه كاين قانون ينظم يجب احترامه نحترمه ولكن يجب على الاخر كذلك ان يحترم وضعيتنا والوجود ديالنا والتواجد ديالنا في الساحه. هناك ما تيقول بان النقابات ولات غير ساده على راسها وما كاينش الحضور على مستوى الشارع ومستوى يعني الاحتجاجات وهذا من بين النقابه ديالكم انتم المنظمه الديمقراطيه للشغل كاين الاحتجاجات في فيسبوك كاين الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن على مستوى الشارع ما كاينش لا كاين كاين لا كاين مؤخرا قلت لك راه كانت واحد الوقفات اللي هي كانت امام باب الوزاره وكاين بزاف ديال الاخوان اللي كانوا لان كاين ما يمكنش كل مره دير اضراب خص الاضراب خصو يتزامن مع القرارات ديال حنا هنا هادو هما القوانين والانظمه دونك عندنا المكتب التنفيذي يقرر وحنا كنلتزموا ما جاء في المكتب التنفيذي وكنشوفوا الوضع حنا بالنسبه لنا وهل هو مطابق الوضع العام اللي خصنا نخرجوا فيه للشارع ولا ما خصناش نخرجوا نعطيك سبب حنا بالنسبه لنا للتعليم حنا كاين ما يمكنش لنا كل مره نخرجوا للشارع ونخلي ولاد الناس هذا هو الاشكال حنا بالنسبه لنا عندنا واحد الهاجس اللي هو وطني حنا بالنسبه لنا انا كمنظمه ديمقراطيه للتعليم انا كنت في الاتحاد العام الشغالي بالمغرب واقولها بوجه اللي هو واضح ولكن ما صبتش راحتي في الاتحاد العام الشغالي بالمغرب ناس كاين الاحترام مع الاخوان وداك الشيء ولكن انا قررت انني انسحب في صمت ونمشي لنقابه اخرى ولقى فاداتي وفعلا لقيت ذاتي في المنظمه الديمقراطيه للتعليم جهه الدار البيضاء سطات وكان سطر عليها انا في الجهه لا اعاني من اي مشاكل
لا من ناحيه الـ 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 الاخوان اللي انا كنشتغل معاهم في الاكاديميه او في المديريات، ما عندنا حتى شي اشكال. كاين انصات، كاين الى عندنا شي مشكل ولا شي حاجه، كاين تدخلات، كاين كنفضيو النزاعات والمشاكل بطريقه حبيه استراتيجيه. الا كان صحيحه كتمشي في الاتجاه الصحيح. ما كاينش شي واحد اللي هو مسؤول وتنوض لعندو تمشي لعندو وتطرح عليه الاشكال، ولكن الاشكال بالطريقه اللي هي خصها تكون، ماشي الابتزاز، الطريقه المعقوله. اذا تيتلبى لك الطلب ديالك، هذا هو اللي خصو يكون. وهنا خصنا كون نوسعوا هذه القاعده، نوسعوها على جميع الفئات، جميع النقابات والنقابات. يعني المهم هو يتحل المشكل، هذا هو القصد، هذا هو القصد وهذا هو الاصل. سي محمد شكرا جزيلا على قبول الدعوه. الله يبارك فيك. شكرا لك. شكرا لك قناه الفاسبريس. شكرا جزيلا على المتابعه والمشاهده. شكرا. بارك الله فيك.